الابوة الصغيرة يا ياسين. يا ياسين. ياسين. قوم يا حبيب ياسين. جيتوا هنا قبل كده؟ لا أول مرة. هتنبسطوا هنا كتير. مش احنا اتفقنا ما نجيبش سيرة بابا مع أي حد خالص؟ جوز حضرتك فين؟ ليه؟ بتعمل اللي انت بتعمليه عشان عيالها تبقى بطلة يا حنان. كفاية كلام حامل. استنى روح قلب صالح. دخلك انت ينفعش تدخل هنا خالص. ما المركب فين؟ دي اول مرة اطلع البحر. بسم الله. زود يا كريم يا رب. زود. ما ينفعش حد من المركب يعرف ان احنا معانا حريم. مين الرئيس؟ رئيس. ها. عشان يعني ست وكده. وهي المركب دي وراها حكاية سودة. المركب اتسرقت. ودي هتعرف مكانها ازاي؟ يا لهوي يا سناء خليكي مكانك ما تتحركيش. المركب دي مركب اخويا ومحدش هيبقى رئيسها غيري. مش جاي لي نوم. كنت اطلع اشوفك لو عايزه حاجه. انا بحبك قوي يا ياسين. ماما. انت راجل يا حبيبي. ماما. انت هتخلي بالك من نفسك ومن اختك سناء. العيشة اللي انتي عشانتي والولاد دي دي مش عيشة. دي دكر ده ولا حتى ابيض ولا احمر. ما بتفكرش ترجع. ان شاء الله هلاقي حل واتصرف. الدنيا مخبيه لنا بلاوي. يا بس نستنى واصبر شويه وكل حاجه هتبقى احسن ان شاء الله. يعني يا رب.